الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك يا ربنا ما استطعنا نعوذ بك يا ربنا من شر ما صنعنا ونقول لك يا ربنا بنعمك علينا ونقول لك يا ربنا بذنوبنا واغفر لنا يا ربنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم ان عبادك بنو عبادك بنو امامك ان وصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. فنسالك يا ربنا في بدايه هذا اللقاء بكل اسم هو لك سميت به نفسك او نزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به سبحانك فعلم الغيب عندك ان تمن علينا يا ربنا بان تغفر لنا ذنوبنا وان يسر لنا امورنا وان تبارك لنا في ارزاقنا وان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. وأن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر، وألا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لأحد فينا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عطلا عن عمل إلا ويسرت له عملا حلالا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فزور وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانه خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعلمون. سبحانه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذات الله فأنا تؤفكون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشهد أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل من أمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وسلم تسليما كثيرا يا ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ائمتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، احضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخوات المؤمنات وحاب بكم جميعا في بيت من بيوت الله عز وجل، حيث تتنزل علينا السكينه وتغشانا الرحمه وتحفنا الملائكه ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. الاخوه الاحباب الاخوات المؤمنات، تحدثنا في دروسنا الماضيه عما يجب على الرجل تجاه زوجته، وهدفنا من ذلك ان تستقر الاسره المسلمه وان يشعر فيها الزوجان في الموده والرحمه والحب والعطف والحنان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى أراد للأسرة أن تكون فيها المودة وأن تكون فيها الرحمة، وأراد للبيت المسلم أن يكون سكنا للزوج وأن يكون سكنا للزوجة، كما قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ولكن حينما ننظر إلى معظم أسرنا نجد أنه فيها مشكلات أسرية، ونجد الزوجة التي تنقص
على مدار المحاضرتين السابقتين حول ما يجب على الرجل تجاه زوجته، والآن نتحدث عن ما يجب على المرأة تجاه زوجها. يعني كما أعطينا الحق للنساء في الكلام، فالآن نعطي ونعرف المرأة المسلمة كيف تحفظ حق زوجها وكيف تعلم حقه، لأن حق الرجل على المرأة عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمته بقوله فيما رواه الإمام الحاكم وغيره بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به فرحة فلا حسدها من أدت حقه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان في جسمه فرحة وهذه الفرحة تسيل دما وصديدا، وزوجته قامت بنعسها بلسانها، فمع ذلك لا تؤدي حقه. يعني إذا معنى ذلك أن حق الرجل، حق الزوج على زوجته حق عظيم يجب على المرأة أن تعلمه. والمرأة الكيسة الفطنة الذكية هي التي تعظم ما عظم الله وتعظم ما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تقدر زوجها حق قدره فتجتهد في طاعته، لأن طاعة الزوج من موجبات الجنة، لأن طاعة الزوج من موجبات الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صلت المرأة الصلوات الخمس وصامت شهر رمضان وحفظت فرجها، وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور طاعة الزوج، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة المرأة لزوجها كأنها فريضة من الفرائض. أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف طاعة الزوج إلى الصلوات الخمس وإلى صيام شهر رمضان، وهذه أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. يعني حينما تأتي يوم القيامة سبحان الله، حينما يكون الناس يعني يفرون من أحوال الموقف، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن مبين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطر أولئك هم الكفرة الفجر. وكما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. وكما قال الله عز وجل في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم بعد ذلك الآيات قال الله عز وجل: يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. يعني يود الإنسان أن لو يرمي أبناءه في النار ويرمي يعني معارفه وأقاربه وعشيرته وينجو بنفسه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: كلا إنه لا تزر وزرة وزر أخرى. ففي خضم هذه الأهوال وهذا الفزع، المرأة التي تطيع زوجها الله سبحانه وتعالى يخيرها أن تدخل الجنة من أي الأبواب. يعني كأنها يعني تدخل الجنة ملكة متوجة، لأنها قامت بطاعة زوجها كما أطاعت الله سبحانه وتعالى، لأنها أطاعت الله سبحانه وتعالى في صيام شهر رمضان في الصلوات الخمس وأطاعت زوجها، فتكون النتيجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فالمسلمة
حينما تتأمل في هذه الأحاديث التي سبق وأن ذكرناها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعة الزوج من موجبات الجنة كالصلاة والصيام، فإنها بذلك تلزم طاعة زوجها وتجتنب معصيته، فإن في معصية زوجها غضب الرب سبحانه وتعالى. المرأة حينما تعصي زوجها فإنها تغضب ربها، ويجب على المرأة المسلمة أن تتعلم هذه الأمور. المرأة المسلمة حينما تعصي زوجها فإنها تغضب ربها. هذا الكلام لا نقوله هكذا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده. هذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث يقسم بالله الذي نفسي بيده، لأن الأنفس بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي نفسي بيده. يقول: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. يعني حينما تعصي المرأة زوجها وزوجها يسخط عليها تظل في سخط الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنها زوجها. هذا هو معنى الحديث، حديث صريح وواضح. يقول صلى الله عليه وسلم: إلا كان الذي في السماء، أي الله سبحانه وتعالى، ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فالواجب على المرأة في يعني حينما تسمع هذه الأحاديث النبوية الصحيحة أن تدين لزوجها بالسمع والطاعة بكل ما يأمرها به، طالما أن هذا الأمر الذي يأمر به الزوج لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لأن كل مسلم وكل مسلمة تعلم أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فطالما أن هذا الأمر الذي أمر الزوج به زوجته لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فيجب على المرأة أن تطيعه وأن تنفذه، لكن تحذر كل الحرام من الإفراط في طاعة زوجها حتى تقع في معصية الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أمرها مثلا بأمر في معصية الله عز وجل لا تطيعه في هذا الأمر، طالما أن هذا الأمر في معصية الله سبحانه وتعالى، لأنها إن فعلت ذلك تكون آثمة. ومن ذلك مثلا يعني نذكر بعض الأمور التي لو أطاعت فيها المرأة زوجها تكون آثمة وتكون عصية لله عز وجل. أن تطيع المرأة زوجها مثلا في إزالة الشعر الذي يكون في وجهها تجملا له، وكل مسلمة تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث المتفق على صحته لعن النامصة والمتنمصة. فالمرأة التي تزيل الشعر في وجهها حتى تتجمل لزوجها أو تسمع كلامها في هذا الأمر فهي تعصي الله سبحانه وتعالى. مثلا المرأة التي تطيع زوجها في طرق الخمار عند الخروج من البيت، لأن زوجها مثلا يحب أن يتباهى بجمالها أمام الناس، لأن هناك نوع من الرجال لا غيرة عنده، إنسان مألوف، يعني شأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لكن سنده ضعيف، صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. فهناك نوع من الرجال، يعني هؤلاء لا نطلق عليهم رجال، ممكن نطلق عليهم ذكور، لكن لأن الرجل يغار على زوجته ويغار على ابنته. لكن لو وجد هذا النوع مثلا وأمر زوجته بأن تترك الخمار أو بأن تبين شعرها أو أن تبرز مفاتنها عند خروجها أمام الناس فلا تطيع في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا لا يوجد بالمثيرة كذا وكذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة حينما تكون كاسية لكنها تكون عارية، يعني هي نعم هي تلبس ملابسها
لكنها تبدو كالعارية تماما، تبدو كالتي لا تلمس أي شيء، نظرا لأن الملابس ضيقة فتصف مفاتنها، أو نظرا لأن الملابس شفافة تشف ما تحتها، يعني أو نظرا لأنها تلبس ملابس معينة، هذه الملابس لا تلتزم فيها بضوابط الزي الإسلامي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فهي كاسية عارية. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها، يعني حتى لا تشم رائحة الجنة، رغم أن رائحة الجنة تشم من مسافات بعيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعيدة بعد المؤمنين عن دخول الجنة. ولذلك المرأة التي ربما يعني تدور زيف على رأسها وتبرز بعضا من شعر رأسها أو تبرز رقبتها، يعني ربما تعرف، أنت تعرف أن هناك الكثير من النساء ربما تظن أن الحجاب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به هو مجرد وضع الخباط أو وضع الزيف على الرأس وتلبس ملابس ضيقة أو تلبس ما أرادت. لا، اللباس الإسلامي له ضوابط معينة، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نقوم ببيانها في نفس الوقت حتى تكون المرأة على بينة من هذا الأمر. لكن الآن يجب علينا أن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه المرأة التي تخرج بهذه الصفة التي تخرج كاسية عارية لا تدخل الجنة ولا تجد إيه؟ ولا تجد ريحها. فإذا الزوج أمر زوجته بأن تلبس مثلا أي نوع من هذه الملابس، أو يعني أن تكشف ما أمر الله عز وجل بستره، فالمرأة لا تطيع في هذه الأمور، لأنه كما قلنا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، حتى لا يفهم، يعني لأننا بدأنا الحديث في حق الرجل على زوجته الطاعة والسمع أو السمع والطاعة، لا يفهم من خلال هذا الكلام أن المرأة تطيع زوجها فأي شيء، لا، تطيعه فيما لا معصية لله عز وجل. ومن ذلك مثلا يعني من الامور التي ربما تطيع المراه فيها زوجها وتكون عصيه الله سبحانه وتعالى، ان تطيع المراه زوجها في ان يطعها الزوج او ان يقوم مثلا بجماعها في ايام الحيض. يعني المراه حينما تكون حائضا لا يجوز لزوجها ان يجامعها، يجوز لزوجها ان يقوم معها بكل شيء ما عدا ما عدا الجماع. لكن لو اطاعت المراه زوجها في هذا الامر فهي آثمه وعصيه الله سبحانه وتعالى. أو تطيعه في وقتها وجماعها في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الإمام ابن ماجه في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا، من أتى حائضا، يعني جمع زوجته وهي حائض، من أتى حائضا أو امرأة في دبورها، من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه، يعني الذي يأتي ساحر أو عراف، يعني كما نبين ذلك في دروس العقيده، وانا نصحت يعني ربما الشرك بشرك يذكر، قلت بانه يجب على المراه المسلمه كما تحضر دروس الفقه وتحضر دروس احكام الشريعه الاسلاميه، يجب عليها ايضا ان تحضر دروس العقيده الاسلاميه، لان المراه التي تكون هذا درس العقيده هذا يكون في يوم السبت ايضا بين صلاه المغرب والعشاء، لان المراه يعني وهذا امر ابتلي به الكثيرات من النساء. المرأة تقع في أعمال شركية بدون أن تشعر. وجهلها هذا لا تعذر به، لأن المرأة لا تعذر بجهلها في أحكام العقيدة الإسلامية. فأنا نبهت على هذا الرجال، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الرجال وأن تستجيب النساء بحضور دروس العقيدة حتى تكون الاستفادة عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى الرجل أو أتت المرأة يعني كاهنا أو ساحرا أو عرافا أو دجالا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عم انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهدد ويتوعد الذي يأتي واحدة من هذه الأمور الثلاثة. إذا أتى زوجته وهي حائض أو امرأة في دبورها أو أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كفر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله، أو لم يقل صلى الله عليه وسلم فعليه إثم وعليه معصية، وإنما قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الحديث صريح واضح
فقد كفر بما انزل على محمد. ومن الامور التي ربما تضيع فيه او التي تضيع فيها المراه زوجها وتكون عاصيه اذا اطاعته في ذلك، يعني ان تطيعه في الظهور على الرجال والاختلاط به ومصافحتهم حتى ولو كان من اقارب الزوج. فقد قال الله سبحانه وتعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: اياكم والدخول على النساء. فقيل يا رسول الله: افرايت الحمل، الحمل هو قريب الزوج يعني كاخيه وابن اخيه وعم الزوج وابن عمه ونحوه، يعني هؤلاء لا يدخلون على الزوجه في غياب زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم. اياكم هذا اسلوب ايه؟ اسلوب تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم والدخول على النساء. فالصحابه يقولوا: يا رسول الله افرايت الحمل، الحمل هو قريب اليك الزوج، افترض انه مثلا حضر الى البيت والزوج في غير كائن في البيت. طب هذا قريب للزوج يا رسول الله، افرايت الحمل، هؤلاء قريب يدخلون يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمل الموت. يعني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالموت. الحمل يعني كان في دخول اقارب الزوج على الزوجه في عدم وجود الزوج كانه ستحدث كارثه ومصيبه كمصيبه الايه؟ الموت. هذا تحذير واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اطاعت المراه زوجها في هذه الامور فهي عصيه لله سبحانه وتعالى، لان هذه نصوص صريحه واضحه في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت قبل ذلك فلما بدانا الحديث في هذه الاحكام الاسريه قلت بان سنه النبي صلى الله عليه وسلم ليست قاصره على الصلاه والصيام او ان نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وان نصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وان نحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج، وهي تنفرد. لا، ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل القرآن الكريم، يعني أمور تشريعية عامة لكل نواحي ما من ناحية من نواحي الحياة إلا وفيها آية من كتاب الله عز وجل أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أمر الإسلام في هذا الأمر، لأن الإسلام نظام عام شامل. فإذا المرأة تطيع زوجها، لأن طاعة زوج لأن طاعة المرأة لزوجها هي طاعة لله سبحانه وتعالى. كما قلت في البداية أن المرأة حينما تعصي زوجها ويسقط عليها تظل في سخط الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنها زوجها، لكن لا تطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر فيه معصية فلا تطيعه في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. ومن حق الزوج على زوجته، يعني احنا قلنا بأن الحق الأول من حقوق الرجل على زوجته هو حق السمع والإيه؟ والطاعة فيما في ليس في معصية الله عز وجل. أيضا من حق الرجل على زوجته ومن حق الزوجة على زوجته أن تصون عرضه وتحافظ على شرفها وأن ترعى ماله وأن ترعى أولاده وسائر شؤون منزله، لقول الله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يعني المرأة ترعى شؤون البيت وترعى الأولاد وتحسن تربيته، بما شاء الله سبحانه وتعالى يبين من بعد كيف أن المرأة تحسن تربية أولادها، لأن أمر التربية يعني لابد وأن نعلم ذلك، أمر التربية ليس قاصرا على إطعام الطعام وعلى أن يأتي الرجل أو المرأة بالملابس الأولاد وينتهي الأمر وأن يذهبوا إلى الدراسة ويتعلموا الأمور العلمية. أمور التربية لا تقف عند هذا الحد، وإنما هناك تربية إيمانية كيف نربي الإيمانيات في نفسية الطفل، وهناك تربية عقلية كيف ننشئ عقليته بالنشأة الإسلامية، وهناك تربية نفسية حتى ينشأ الطفل نشأة نفسية سوية، وهناك تربية بدنية وتربية اجتماعية وحتى تربية جنسية. كل هذه الأمور يعني الإسلام يعني له فيها آيات قرآنية وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمور نبينه بما شاء الله سبحانه وتعالى. فإحسان المرأة تربية الأولاد هذا أيضا من حق
حق زوجها عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة رعية في بيت زوجها مسؤولة عن إيه؟ عن رعيته. لماذا نركز على هذا الأمر؟ نركز على هذا الأمر لأن الزوج كما هو معلوم يكون معظم وقته في العمل، يعني ربما لا يجلس في البيت إلا في أيام الأجازات. فلذلك ينبغي أن تكون المرأة عندها يعني حسن الرعاية لتربية الأولاد. ومن حق الزوج على زوجته أيضا أن تتزين له وتتجمل وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس ولا تبدو في صورة يكرهها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. فقد أخرج الطبراني بسند صحيح من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء من تصرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. يعني هذه أفضل النساء عند الله سبحانه وتعالى. خير النساء أي أفضل النساء، خير النساء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات معينة، إذا توفرت هذه الصفات في المرأة تكون من خير تكون من خير النساء ومن أفضل النساء. قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء من تصونك إذا أبصرت. يعني حينما تنظر إليها تصر برؤيتها، يعني لا تعبس في وجهك ولا تكون في البيت مهملة في نفسها، لا، وإنما تصونك إذا أبصرتها. خير النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصونك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت. يعني حينما تطيعها تأمرك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء من تصونك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب، يعني الإنسان يتعجب حينما تهمل المرأة نفسها في بيتها بحضرة زوجها وتفرط في الاهتمام بنفسها وإبداء زينتها عند الخروج من بيتها. وهذا الأمر ربما نلاحظه في الكثير من النساء، أن المرأة تفرط في الزينة حينما تكون خارج البيت، لكنها حينما تكون في البيت تتكاسل عن طاعة الإيه؟ تتكاسل عن طاعة الزوج وتتكاسل في أن تتزين بزوجها داخل الإيه؟ البيت. ولذلك يعني المرأة يعني يجب أن تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات التي قالها عن المرأة، أن خير النساء من تصونك إذا أبصرت، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن حق الزوج على زوجته أيضا أن تلزم بيته فلا تخرج منه ولو إلى المسجد إلا بإذنه، لقول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة تقر في بيتها ولا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن إلا بإذن زوجها. يعني حتى ولو كانت ستخرج إلى مكان قريب لا تخرج منه إلا بعد أن تستأذن زوجها. ولو كان الزوج غائبا لابد أن تتصل عليه هاتفيا تستأذنه، لأن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا فيه بقوله: وقرن في بيوتكن. المرأة في الأساس أن تكون قارنة يعني مستقرة في بيتها، لا تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج، تستأذنه قبل الخروج. ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وأن لا تنفق منه إلا بإذنه. طبعا نحن في الدروس الماضية ركزنا على موضوع كرم الزوج مع زوجته، وأنه حينما ينفق عليها وعلى الأولاد فهذا المال ليس مالا ضائعا، وإنما هو في الحقيقة صدقة له عند الله سبحانه وتعالى. واستدلنا على ذلك بالكثير والكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. يعني حتى الطعام الذي تأكله الزوجة والطعام الذي يأكله أولادها في ميزان حسناته. وقال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لكن ليس معنى هذا أن المرأة
تبذر وتسرف في مال زوجها وتشتري اشياء يعني كما نقول كماليات لا ضروريات فيها، ولكن ينبغي ان تحافظ على ماله. وطرح الله سبحانه وتعالى في هذا المال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما روى الامام ابن ماجه في السنن بسند حسن: ولا تنفق امراه شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها. قيل: ولا الطعام يا رسول الله؟ قال: ذلك افضل اموالنا. ان حتى الطعام يعني لا تتصدق حتى بالطعام الا بعد ان تستاذن زوجها. يبين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح المراه ان تتقي الله سبحانه وتعالى في مال زوجها، وان لا تنفق هكذا ولا تسرف ولا تغزر. يعني ربما بعض الازواج يعني يسمع كلام زوجته ويطيعها في موضوع النفقه، لكن على المرأة ان تتقي الله سبحانه وتعالى كما قلنا في هذا المال، وان لا تنفق ولا تسرف ولا تبذر. لان الله سبحانه وتعالى اخبرنا: ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وقال الله سبحانه وتعالى في سوره الاسراء: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. بل من حق الزوج على زوجته الا تنفق من مالها ان كان لها مال. يعني نفترض ان المراه لها ذمه ماليه خاصه، نفترض انها تعمل عند الخدمه، فحتى ولو كان هذا لا تنفق من مالها الا باذن زوجها. يعني ليس معنى انها تعمل وتخدم انها لها يعني حريه التصرف في مالها، انها تحت يد زوجها، ونفترض انها تسمع وتطيع له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث، لكن هذا الحديث على سند ضعيف لكنه شواهد اخرى تقويه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة ان تنتهك شيئا من مالها الا باذن زوجها. يعني ليس للمرأة ان تنفق شيئا من مالها كان عندها مال الا باذن زوجها. نفترض ان عندها كما قلنا عمل تعمل فيه، نفترض انها يعني من اسره يعني لا باس عليها، وانها من اسره ثانيه، وعندها مال خاص بها، فايضا هذا المال لا تنفق منه الا باذن زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حق الزوج على زوجته الا تصوم تطوعا وهو شاهد الا باذن. يعني نفترض ان المرأة مجدة ومجتهدة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العبادة، فمعنى ذلك انها يعني لا تصوم طالما ان هذا الصيام تطوع الا بعد ان تستأذن زوجها. يعني انظر الى حرص الاسلام كيف ان المرأة تطيع زوجها حتى ولو كانت تعبد الله سبحانه وتعالى. تستأذن زوجها، نفترض انها مثلا تريد ان تصوم 3 أيام من كل شهر كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الامام البخاري في الصحيح من حديث سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه: اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن حتى اموت، ان اصوم 3 أيام من كل شهر، وان انام على وتر، وان اصلي الضحى. فنفترض ان المراه تريد ان تصوم 3 أيام من كل شهر، سواء صامتها في منتصف الشهر لما يسمى الايام البيض او الايام القمريه، او صامتها في بدايه الشهر او صامتها في نهايه الشهر، فكل هذا صحيح وكل هذا جائز وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصومها في وسط الشهر، الايام 13 و14 و15. افترض مثلا ان المراه لا تريد ان تصوم الاثنين والخميس، او تريد ان تصوم يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى، فلا تصوم المراه صياما تطوعيا الا بعد ان تستاذن زوجها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زوجها شاهد، يعني حاضر معها، يعني زوجها ليس مسافرا وبعيدا عنها، طالما انه حاضر فلا تصوم الا باذنه. ومن حق الزوج على زوجته الا تمن عليه بما انفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها، فان المن يبطل الاجر والثواب. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يعني كما قلنا مثلا ربما المراه يكون عندها مال، سواء كان هذا المال جاء من مصدر العمل طالما ان هذا العمل حلال، او جاء من يعني ورثته يعني عن اسرته الى اخر يعني مصادر
مثلا في موضوع الايجار، تساعده في موضوع النفقه على الاولاد، تساعده في 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 شراء شيء البيت، شراء حوائج البيت. فاذا انفقت المراه شيئا من مالها على بيتها فلا تقل للزوج يعني كل بين الحين والحين لولا انا ما 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 فعلنا هذا الامر، ولولا اني فعلت كذا. او حينما يتكلم زوجها معها بكلمه فانها تمر عليه وتقول لولا مالي ولولا انا انفقت ولولا ابي ولولا امي ولولا اسرتي، لان كل يعني لان كل هذا الامر يبطل ثواب هذا المال الذي انفقته. يعني هي في الاساس عندما تنفق على البيت هذا المال ليس مالا ضائعا، انما هو ايضا صدقه واجر لها عند الله سبحانه وتعالى. كما يعني لما سالت زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان سيدنا عبد الله بن مسعود فقير وكان لها مال، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم: افتنفق عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ولها اجران، اجر الصدقه واجر القرابه، يعني باعتبار انها زوجها فتاخذ اجر، وباعتبار ان هذا المال صدقه تاخذ ايضا اجر. لكنها لو منت عليه، يعني منت عليه يعني دائما كانها تؤذيه، تؤذي نفسيته واذى معنويا بكلامها، فان هذا المال يبطل الاجر والثواب. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. كذلك هذا الامر لا يصدر من الزوج، الزوج لا يكون على زوجته يقول لها لولا انا ما فعلت كذا ولولا انا ما كنت كذا. فهذا الامور ايضا كما قلنا تبطل الايه؟ تبطل الاجر والثواب الذي يكون مستحقا عند الله سبحانه وتعالى. ومن حق الزوج على زوجته ان ترضى باليسير وان تقنع بالموجود والا تكلفه من النفقه ما لا يطيق. لان الله سبحانه وتعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته. كل واحد ينفق على قدر استطاعته، ومن قدر عليه رزقه، الذي ضيق عليه الرزق ربما الزوج في 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 ايام ما يجلس من عنه. يعني هذا الامر خارج عن يدي سبحان الله. والحياه يعني لا تسير دائما على وتيره واحده، المتاع تشتري مشكلات والمتاع تشتري مصاعب ومتاعب. فالمراه ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، وتطلب من الله سبحانه وتعالى ان يبارك في زوجها وان يبارك في ماله، كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. المهم ليس كثره المال، انما المهم ان يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الايه؟ في هذا المال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبارك لي فيه، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم اعلن فلاح ونجاح حتى الفلاح رزق كفافا، انه رزق حتى ولو كان رزقه قليلا، وقنع به. قال صلى الله عليه وسلم: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. المهم ان يكون الرجل عنده قناعه، ان تكون المراه ايضا عندها قناعه. لانه للاسف يعني الكثيرات النساء تناقص على زوجها لو جلس يوم من العمل، او يعني خرج وهذا الامر يعني ليس في يده، نفترض انه يعني حبس عنه الخدمه، فكيف سيفعل؟ يعني سبحان الله يكون هو يعني متضايق نفسيا والمراه تزيده ضنكا ونكدا. لا، المراه مفترض ان تقبل جانب زوجها وترضى بما اعطى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن قنعا تكن اشهر الناس. يعني الانسان حينما يكون قنوعا فانه يكون من اشهر الناس لله سبحانه وتعالى. وحينما يكون قنوعا سواء رجل او امراه فان الله سبحانه وتعالى يزيد هذه الاسره ببركته. الله عز وجل قال: لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فالمراه تقنع بما اعطى الله سبحانه وتعالى للزوج، والله سبحانه وتعالى قال: ينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نفترض انه يعني حدث عسر في الاسره وحدثت مشكله، الله سبحانه وتعالى سيفرج، لان الله سبحانه وتعالى قال: ان مع العسر يسرا. فاذا فرغت فانصب بين ربك فرغ في سوره الشر. الله سبحانه وتعالى: لما شرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. يعني الله سبحانه وتعالى وعد الانسان اذا كان في عسر، واذا كان
في المشكلة فإن الله سبحانه وتعالى سيسر عليه. المهم أن تقف الزوجة بجانب زوجها في هذا الأمر وأن تصبر. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، من أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد منا لإيه؟ للمؤمن. يعني المؤمن في جميع الأحوال وكذلك المؤمنة في جميع الأحوال يعني مثابة من الله سبحانه وتعالى ومأجور. لماذا؟ أما في حالة الضراء يعني في حالة العسر تصبر، تصبر مع زوجها. فالله سبحانه وتعالى يعطي الصابرين أجر بغير حساب، قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجر بغير إيه؟ بغير حساب. وفي حالة الصراء وفي حالة الرخاء تشكو الله سبحانه وتعالى فيثيبها الله عز وجل، ويزيد الله سبحانه وتعالى هذه الأسرة، أن الله عز وجل قال: إن شكرتم لإيه؟ لأزيدنكم. إنما المرأة إذا ابتلي زوجها بنقص المال وقلة العمل تنكد عليه، فليس هذا من صفات المرأة المسلمة، لأنها تعلم قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله سبحانه وتعالى قال: نقص من الأموال، وما زوج ينقص في عمله يقل العمل، فهذا نقص من الأموال، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا من حق الزوج على زوجته أن تحسن القيام كما قلنا على تربية أولادها منه في صبر، فلا تغضب على أولادها أمامه ولا تدعو عليهم ولا تسبهم فإن ذلك قد يؤذيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام الترمذي في السنن: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إليها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، يعني لك أن تعلم أن المرأة حينما تغضبك فإن يعني الحور العين في الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى يسخط عليها، والحور العين في الجنة يقومون بلعنتها: لا تؤذيه قاتلك الله، يعني لعنك الله. يعني كما قلنا المرأة حينما تعلم هذه الأمور فتسمع وتطيع لزوجها ولا تؤذيه في أي أمور، سواء كان هذا الأمر يعني هذا نفسه هو، يعني المرأة تقول: كيف أؤذي زوجي؟ يعني مجرد الكلام ولا مجرد النظرة ولا مجرد عدم استماع لكلامه، أو يعني مجرد أن ينظر إليك فلا يصر بالنظر إليك، هذا كله في إزالة الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المرأة حينما تؤذي زوجها في الحور العين تقول: لا تؤذي قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفرقك إليه. ومن حق الزوج على زوجته أيضا أن تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أسأت إلى والديه وأقاربه. لأن أب الزوج يكون في منزلة أبوها أيضا، وأم الزوج تكون في منزلة أمها. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلابد أن تصبر المرأة على أقارب الزوج، وفي نفس الوقت يعني تحسن معاملتهم، ولا تضجر من معاملتهم، ولا تضجر من الإحسان إليهم، لأن المرأة حينما تحسن لأقارب زوجها فإنها بذلك تحسن لزوجها. وكما نبهت أيضا في حينما تحدثت عن حقوق المرأة قلت بأنه أيضا يجب على الرجل أن يحسن إلى أقارب إلى أقارب زوجته. قلنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى صدائق خديجة رضي الله عنها وارضاها، وكان يذبح الشاة ويفرقها في اقاربها واصدقائها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل في هذه الامور. فيعني كما نعلم ان الاسره ربما تحدث فيها مشكلات بسبب هذه الامور، ان المراه لا تحسن معامله ام الزوج وتسيء اليها، ولا تحسن معامله ام الزوج وتسيء اليه، فبتحدث المشكلات الكثيره من هذه الامور. فالاسلام ينهانا عن ذلك، ويامر المراه ايضا ان تحسن كما امرها ان تسمع لزوجها وان تطيع، ان تحسن ايضا معامله ايه؟ ان تحسن معامله اهل زوجها. ومن حق الزوج على زوجته ان لا تمنع منه نفسها متى طلبها. يعني طبعا يعني كان في سؤال تقريبا يعني في محاضرات سابقه، يعني واحده من النساء يعني سالت
يعني أنها كانت بتظن أنه ليس من الأدب أن يأتيها زوجها في النهار، فقلنا لا لا، المرأة تطيع زوجها في أي وقت من الأوقات طالما أنه طلب الفراش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه أن فيها على درجات الصحة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ويل للزوجة ثم ويل لها إذا بات زوجها غضبان عليها. نفترض أن المرأة ماذا حدث من مشكلة في البيت لا تنام وزوجها غضبان عليها، لابد أن تترضاه، يعني لابد يعني أن تتودد إليه حتى يرضى عنها، لأنها حينما تنام وزوجها غير راض عنها فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليها، وإن الحور العين تدعو عليها، وإن الملائكة تلعنها. تخيل لما ملائكة الله سبحانه وتعالى يدعون على الإنسان، يعني يعني سبحان الله، أنت مثلا حينما يكون رجل صالح تطلب منه أن يدعو لك، تتوسل في الصلاح وتسأل الله سبحانه وتعالى يدعو، وليس في هذا الطيب، فدعوة المسلم لأخيه المسلم دار الطيب مستجاب، فما بالك لو دعا لك ملك. الملائكة طبعا خلقوا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وقال الله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يملون من تسبيح الله عز وجل، فما بالك إذا دعا عليك ملك من ملائكة الله يدعو عليك. فالمرأة التي تعصي زوجها في هذا الأمر فإن الملائكة تلعنها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي. ربما تتمنى وتتعذر وهذه الأمور فزوجها يغضب، فإذا غضب زوجها فإن الملائكة تلعنها حتى إيه؟ حتى تصبح، حتى الصباح تظل لعنات الملائكة إلى حينها. إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف التنور هو الفرن الذي يعني تخبز فيه المرأة الخبز، يعني حتى ولو كانت تقوم بطهي الطعام، حتى ولو كانت أمام يعني أمام عمل مهم في بيتها وزوجها دعاها لهذا الأمر فلا تدخل إيه؟ وإن تلبي لا تقبل بأنني أطهي الطعام ولا أنني أغسل الملابس أفعل كذا، طالما أن الأمور مهيئة فلا تأتي زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم تأتي في وتلبي حاجته في هذا الأمر فإن الملائكة تلعنها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حق الزوج على زوجته أن تكتم سره وسر بيته، ولا تفشي من يكون بين الزوجين فيه، ولا تفشي من ذلك شيئا، يعني لا تفشي أي شيء يضر في البيت. لأن كما حدثت في المرات الماضية قلت أن المشكلة أي مشكلة تحدث في الأسرة يعني أمرها يسير تحل بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن إذا يعني هذه المشكلة وصلت إلى سمع أقارب الزوج وسمع أقارب الزوج وسمع هذا بها وسمع هذا بها، فكل واحد بقى يتعصب لهل المرأة يتعصبون لابنته وهل الزوجة يتعصبون لابنته، ومن الصعب أن تحلها بإيه؟ أن تحل الرجل لا يفشي سر زوجته، المرأة لا تفشي سر في سر بيتها. ومن أخطر الأسرار التي تتهاون النساء بإزاعتها أسرار الفراش وما يحدث في الفراش، وهذا من الأسرار التي يجب على الرجل وعلى المرأة كتمانها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسلم بسند صحيح عن سيدة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السيدة أسماء بنت يزيد هذه كانت تسمى بخطيبة النساء أو متحدثة النساء، لأنها يعني إذا كانت النساء عندهن أمر من الأمور كفتوى من فتاوى فكانت تبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو علم شيء من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبلغه للنساء. أسماء بنت يزيد بن السكن، فكانت في مرة من المرات جالسة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، يعني بحال الدرس الذي يكون اليوم مثلا الرجال يعني موجودون والنساء موجودات، فأيضا الرجال والنساء قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم:
وسلم لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، يعني يقول ما يدور بينه وبين ايه وبين زوجته، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم، يعني كأنهم يعني سكتوا. فقالت السيدة أسماء: إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلن. يعني هناك نوعية من النساء بتفعل هذا الأمر، وهناك رجال يفعلون هذا الأمر. المرأة تفشي سر بيتها، وهناك رجال أيضا يفشون أسرار بيوتهم. قالت السيدة أسماء: إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلن. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان بقى شيطانا في طريق فغشيها والناس تضربون. لا تفعلوا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بشيطان، يعني نهى مع شيطان في الطريق والناس تضربون إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فشو اسرار البيوت، لا سيما اسرار الفرج. ومن حق الزوج على زوجته ان تحرص عليه وتحافظ على الحياه معه ولا تساله الطلاق من غير سبب. وربما حتى في دروسنا الماضيه كان هناك يعني سؤال، يعني عن امراه دائما تسال زوجها الطلاق، دائما تسال زوجها الطلاق، يعني في حاله السراء، في حاله الضراء، يعني اذا قال زوجها شيء تقوله طلق، يعني لا يوجد على لسانها الا هذه الكلمه. فاذا قالت المراه لزوجها طلقني هكذا، فقال صلى الله عليه وسلم كما يقول الامام الترمذي في السنن بسند صحيح: اي امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه. اي امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه، يعني يحرم عليها الجنه، حتى رائحه الجنه التي تشم عن بعد يحرم عليها رائحه الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، كما روى ذلك الامام الترمذي في سنن بسند صحيح. المختلعه يعني المراه التي تخلع زوجها، لان طبعا عندنا حكم من احكام الاسلام مش من احكام حكم الخلع، يعني المراه تبكي نفسها من زوجها ان تقول له: ساعطيك ما اعطيتني من صداق ومن مهر وهذه الاشياء، واتنازل عنها وتخلعه حتى ولو لم يطلقها، حتى ولو لم يطلقها، فتخلع نفسها منه وتخلع زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المختلعات هن المنافقات. فاذا يعني هذه بعض من الحقوق التي تحدثنا عنها، هذه بعض من الحقوق التي تجب على المرأة تجاه زوجها. وقلنا في بداية الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة المسلمة إذا صلت خمسة، يعني صلت الصلوات الخمس وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب من أي أبواب شئت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وعلى الأمهات، يعني ربما يعني الأسر اللي هي يعني الأسرة التي تزوجت منذ قديم يعني يكون فيها استقرار، لكن الأسر التي مثلا الشاب الذي يتزوج حديثا والمرأة التي تتزوج حديثا ربما تحصل مشكلات في هذه الأسر. وكثيرا ما نسمع عن شاب تزوج ثم طلق، يعني بين الأولى والأخرى، ربما على يعني على فترات متقاربة نسمع أن هذه الأمور، يقول لك والله تزوج ثم طلق، أو تزوجت وطلقت. فهذه يعني ربما الشاب ليس عنده خبرة في نواحي الحياة، فمفترض يعني أن يعني أسرته يعني توعيه بمسائل الحياة. وكذلك البنت، يعني إذا حينما تتزوج يجب على أمها أن تعطيها من خبرتها وأن تعطيها من تجاربها في الحياة، وأن تأمرها بالسمع والطاعة لزوجها وأن تصبر معه. يعني ما هو ربما حتى الأسرة تكون يعني لا بأس عليهم وتكون أسرة غنية، لكن ومع ذلك تكون فيها مشكلات، يعني ليست مشكلات يعني معظم المشكلات تكون في البيت مشكلات مادية، يعني من واقع التجربة والواقع تكون في هذا الأمر أو مشاكل مالية. لكن أيضا ربما تكون الأسرة يعني ذات صلة، ومع ذلك تكون فيها مشكلة، يعني الزوج لم يرضى عن زوجته.
والزوجة لم تسمع ولا تطيع لزوجها في أمور ما، فتحدث المشكلات وتحدث الخلافات، فلا بد من الصبر، ولا بد أن المرأة يعني كما قلت الأم تعطي لابنتها من خبرتها ومن تجربتها كما كان النساء في السابق، يعني كانت النساء السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليهم كنا يعطينا من خبرتهن لبناتهن قبل الزواج. المرأة يعني البنت حينما تخطب فأمها تعطيها كما قلنا من خبرتها ومن تجربتها حتى تستمر الحياة بينها وبين زوجها. والواقع أن التاريخ حفظ لنا يعني بعض يعني الوصية من أجمل الوصايا، وصية من أجمل الوصايا التي أوصت بها أم ابنتها قبل زفافها. يعني هذه الوصية سبحان الله يعني لو وزنت بماء لو كتبت بماء الذهب لكان يعني لكان هذا قناة الشيء. هنسمع هذه الوصية الآن ونرى كيف كانت المرأة قديما تنصح ابنتها قبل زفافها وقبل زواجها، كيف كانت تنصحها بأن تكون حريصة على رضا زوجها. خطب يعني كما تقول الرواية أن عمرو بن حجر كان ملك من الملوك، كان ملك في كندا، كانت قبيلة كبيرة من الكبائر من القبائل الموجودة بجانب مكة. وهذا الملك خطب أم إياس بن عوف الشيباني، فلما حان زفاف هذا الملك خلت الأم إلى ابنتها التي ستزف إلى هذا الملك لكي يعني توصيها ببعض الوصايا، فأوصتها وصية بينت فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها. فقالت لها، اسمع بقى إلى هذا الكلام وهذه الوصية: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لطلبت ذلك لك. يعني الوصية لو يعني تركناها على أساس أن المرأة مؤدبة وخلاقة لطلبت ذلك لك، لكني سأذكرك بهذه الأمور يعني من باب التذكير. لكن الوصية تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، يعني لو كان الإنسان غافل فإن هذه الوصية تذكره، ولو كان الإنسان عاقل فإن هذه الوصية تكون عون له في تجنب وفي طريق الحياة. ثم قالت لها: أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه. يعني لو أن المرأة استغنت عن الزواج نظرا لأن أباها غني فأنت تكون أغنى الناس عن الزواج. ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق للرجال. يعني الموضوع مش موضوع أن الزوج يطلق على زوجاته، لا، الموضوع فطرة. أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجال للنساء وخلق النساء للرجال. ثم قالت: أي بنية، إنك فرضت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. فطبعا نشأت في بيت ونشأت في أسرة وتعودت على أمور هذه الأسرة، وحتخرج إلى أسرة أخرى وربما لم تتعود على أمورها، وربما البنت مثلا تكون من يعني من 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 إقليم وتتزوج في إقليم آخر، أو ربما تكون من حبة وتتزوج في حي آخر، فالطباع بتختلف سبحان الله، يعني الطباع وحتى طباع الناس وأخلاق الناس بتختلف من مكان إلى مكان. فهذه المرأة العاقلة توصل لها وتقول لها: إنك فرغت الجو الذي فيه رشد وخلفت العش الذي فيه رشد إلى بكر لم تعرفه. الوطن اللي هو في الأساس العش الإيه؟ عش الطيب. فيعني كانت عن بيت الزوج الإيه؟ الوقت. إلى وكر لم تعرفه وقرين لم تألفيه، يعني لم تحدث بينك وبينه ألفة إيه؟ سبق اللي هو الزوج. فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا. بمجرد الزواج أصبح إيه؟ يعني رقيبا عليك. فالوصية الأولى قالت إيه؟ فكوني له أمة يكن لك عبدا
واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. يعني تقول للذي قل له يعني امتا يعني الامل يعني التي تقوم بخدمه سيدها. فحينما تقول المراه امتا لزوجها فانه يقول لها ايه؟ عبدا. عبد غير هو الذي يقوم بخدمه ايه؟ سيده. يعني حينما تكون المعامله تكون معامله بالمثل. ثم قالت لها عليك بهذه الخصال العشره. اما الاولى والثانيه هي اتت بكل وصيتين بكل وصيتين مع بعضهم. قالت لها اما الاولى والثانيه فالخشوع له بالقناعه وحسن السمع له والطاعه. الخشوع له بالقناعه يعني ان تكوني قنوعه بما اعطاه الله عز وجل لزوجك، وهذا امر خصوصا الكلام في سلفا. فالخشوع له بالقناعه وحسن السمع له والطاعه. واما الثالثه والرابعه فالتفقد لمواضع عينه وانفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشتم منك الا اطيب ريح. دائما تتفقدي بصره وانفه. حينما يعني يراك فلا يراك الا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر اليه صبر. فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ايه؟ الا اطيب ريح. تعرفوا على المراه حينما تكون في طهو الطعام وربما تشم رائحه مثلا كريهه، او حينما مثلا يعني تكون خارج البيت وربما تشم رائحه حرام ولا شيء، فهي تقول تقولها لابنتها وهي ما زالت لغايه الامر قبل الزفاف. يعني تقول الى وصيه المراه لابنتها تقول لا يقع عين زوجك عليك على ولا يشمك الا اطيب ايه؟ الا اطيب ريح. واما الخامسه والسادسه فالتفقد لوقت منامه وطعامه. فان ذواقب الجوع ملهبة وتنقيص النوم مرضبة. يعني انت تعلمين مثلا ان الزوج يعني يحتاج الى ان يكون الطعام في هذا الوقت. خلاص يعني معروف في الاسره انها مثلا بتتناول أو أن الزوج يكون خادم الخدمة في هذا الوقت ولا بد أن يتناول الطعام عشاء حتى يصل إلى المسجد. فأنت لو تخصصي عليه حياته بأنك أنت تؤخري أوقات الطعام بحجج فارغة. فالتفقد لوقت طعامه ومنامه تقول لابنتي هذا. فإن تفقد الجوع ملهمة وتنقيص النوم معظمها. يعني حينما يكون الزوج مثلا حينما يأتي إلى الخدمة يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الراحة، فلا تنقص عليه حياته في منامه. ربما يعني لا تريد له ان ينام وتنقصين عليه النوم. ربما الاولاد يقومون بعلو صوته في البيت وزوجه لا يعلم كيف ينام. فيقول لابنتها فالتفقد لوقت منامه وطعامه فان تواطؤ الجوع منامه وتنقيص النوم مغفره. واما السابعه والثامنه فالاحتراس بماله والذعان على حشده وعياله. الاحتراس بماله يعني المحافظه على مال الزوج. يعني كما قلنا لا تسرف ولا تمثل. يعني لا تستغل ان الزوج يكون كريما معها، ولا تستغل الاحاديث التي قلناها في اكرام الزوج لزوجته وتمثل وتسرف هذه الامور. لا، الاحتراس بماله والذعان على حشده وعياله. يعني اقاربه واولاده لابد انك انت تعامله معامله طيبه. وتقول وملاك الامر في مال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. يعني ان تكون عندها يعني حساب في تدبير الامور بامور. واما التاسعه والعاشره فلا تعصين له امرا ولا تشين له سرا فانك ان خالفت امره او غرت صدره. ساعه ان تعصي امر الزوج فان هذا يكون فيه ايه؟ اغاره للصدر. خلاص الزوج يغضب من هذا الايه؟ الامر. وقلبه ينقلب على ايه؟ على الزوج. ولذلك هي اوصت ابنتها في البدايه قالت لها السلام عليكم. ده على الامر كما قلنا قبل الزفاف. قالت لها فلا تعصي له امرا ولا تشين له سرا فانك ان خالفت امره او غضبت صدره وان افشيت سره لم تهتمي غدره. ثم اياك والفرح بين يديه ان كان مهموما والكآبة بين يديه ان كان مسرورا.
لو كان الزوج يعني الفرحان اياك ان تحزن الروح لفرحه. وسبحان الله يعني في يعني الرجال دائما يعني حينما يحدث مثلا امر بالزوج يقدم الامر يعني فيه صعوبه فانه ياتي ويجلس مع زوجته ويكلمها في هذا الامر. فالزوجه لا تقابل هذا الامر يعني لو كان يعني هذه الامر في نفسه حسين فتقضيش وقت امام التلفاز وتقضيني من القناه الى القناه وكانك يعني ايه؟ يعني غير مباليه لحسن الحسن الزوج. طب لله عليك لو ان كل ام اوصت ابنتها بهذه الوصايا قبل زفافها هل سيكون هناك تضارب مصر؟ هل ستقع مشكله؟ يعني هذه امراه عربيه يعني اوصت ابنتها بعشر من الوصايا ومن الممكن ان يساعد في الجهد المضطر كذا ويكون هناك مثلا مبلغ مدخر
التدخل وكذا كذا. وانا انت تعرف ان المصلي يحتاج الى المال فسوى عليهم بهذا وسيء الخلق
فأيضا المرأة تسمح له بالطيعة وتتقي الله سبحانه وتعالى فتصبر على طول زوجها. يعني لأن لها يعني أجر يعني أظن الله على أجر مضاعف لأنها لأنه لو عملوا معه مع ذلك تصبر عليه تصبر على الأذى وتصبر على سوء خلق لأن هذا نوع من الابتلاء. ما هناك يعني في بعض الإخوة يأتون ويشكون إلي أسرهم فيعني احنا ما أسمع إلى هذه المشكلات يقولون لي يعني ماذا نفعل؟ يعني يطلبون منهم النصيحة. فأقول لهم هناك نوع من المشكلات في الحياة ليس لها حل. في مشكلات في الحياة لا سيما مشكلات المرأة يعني مع زوجها ومشكلات الرجل مع امرأته وإذا كان هناك أولاد. هناك مشكلات ليس لها حل. بس كيف يعني إذا كان سوء خلق الزوج يعني غم يعني إذا كانت المرأة سيئة الخلق مثلاً وتراخص على زوجها في حياتها، هل زوجها تطلب كيف يفعل ذلك؟ يعني هذه المشكلات لابد فيها من الصبر، لأن هذا نوع من الابتلاء. وهذه النوعية من الابتلاء الله سبحانه وتعالى لو صبرت عليها المرأة وصبر عليها الرجل فإن الله سبحانه وتعالى يعطي المرأة التي تصبر على سوء خلق زوجها الجزاء الأفضل. الله سبحانه وتعالى يعني قال يعني كما قال الشاعر قديما ان من نكد الدنيا على الحر ان تجد عدوا ما من مفارقته بد. يعني كيف ان الزوج يصبح عدوا لزوجته وهي لا تستطيع ان تخالفه والزوجه تصبح عدوا لزوجها وهو لا يستطيع ان يخالفها. ده من نكد الدنيا صح ولا لا؟ يعني حتى ولو كان يعني عندهم كثير وكثير بس يعيش في عيشه ضرب فده من نكد. لكن نصر الله سبحانه وتعالى الذي يصبر على زوجته والمرأة التي تصبر على زوجها جزاء بغير حساب انها تصبر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك ان من تجد في مسلم بسند صحيح اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فيبتلى الرجل على احسن دينه فان كان في دينه فان كان دينه صلبا اشتد له حتى يتركه البلاء وليس عليه خطيئه وإن كان دينه يعني رغوًا يعني كل يعني حسن دينه يعني الله سبحانه وتعالى ربما يبتلي المرأة بهذا الزوج ويكون مغفرة لذنوبها وإن لم تكن لها ذنوب وكان قد جعل الله سبحانه وتعالى ترفع على درجاتها فتصبر فهذا ربما يكون من أهم الطرق التي تؤدي بها إلى الجنة. فالمهم اللي هو الصبر سواء من قبل الزوج أو من قبل من قبل الزوج حتى تستمر الحياة. هل يجوز قطع صلة الرحم مع إخوان الزوج الذين يسمون لزوجة أخيهم؟ قطع رحمهم من طرف الزوجة ومن طرف الأخ. يعني ونحن قلنا بأنه يجب على المرأة أن تحسن معاملة أقارب زوجها. لكنهم حتى لو كانوا يسيئون المعاملة يعني هي من الممكن أن تبتعد لكن لا تقاطعه. هناك فرق بين القطيعة وبين الابتعاد. يعني ايه القطيعة؟ القطيعة ان هي حتى لا تسلم عليه ده قطيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم ان يهجرها خمس فرق ثلاث استقيام العلو وهذا هو العلو وهذا هو الذي يحل المسلم. والمرأة حينما تفعل ذلك لا ترفع صلاتها ولا يقبل عملها. أن الحديث في سنة أبي داوود يقول في نفس الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح بأن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده في يوم الاثنين والخميس فيغفر الله عز وجل لكل انسان لا يشرك بالله عز وجل شيئا الا امرأة كانت بينه وبين اخيه شحناء. فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة انظروا هاتين حتى يصطلح انظروا هاتين حتى يصطلح. فإذا كانت هناك قطيعة وخصومة فالله سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء